السلام عليكم، حياكم الله أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. راح أخذكم وياي جولة إلى سوق الوزيرية الصناعية الشورجة الثانية، أكبر سوق بالعراق لبيع الأغراض المنزلية. هنا موجودة حاجة بألف وحاجة بخمسمية، وكل شيء تتوقعوه موجود هنا. أطلب منك أنه تستمر بالفيديو لأن بشغلات إن شاء الله تكون عند حسن ظنك. الشيء الثاني، إذا بعدك ما مشترك بالقناة أتمنى تشرفني وتشترك بالقناة. والشيء الثالث، أتمنى أنه تطيع جاب الفيديو. خليكم وياي. شوف هذا المحل، بيع طباخات جدورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك يا غاتي؟ شلون صحتك؟ أنا بيك كابتن. الله يحفظك. شلونك عين؟ ها شد سعر هندن الله يخليك. هاي سفرية. سفرية؟ إيه. قد سعر هندن؟ هاي 250,000. الواحد؟ إيه القطعة الواحدة إيرانة هذا. وهاي كبيرة مالتها. 250,000؟ إيه هاي الصغيرة. وكبيرة 270. هاي الكبيرة 270؟ إيه. وذني على 250. اذني يفيدنا المواكب. اي ما شهر محرم. ما شهر محرم. اي على ابو عبد الله سلام. سلام الله عليك. زين ذني الطباخات العفو. الطباخ هذا 70 في 70 50,000. عندك طباخ 40 في 60 في 60 45,000. هذا ب 45. هذا الكبير ايش قد؟ هذا ب 30، هذا ب 25، هذا ب 20. هذا الكبير هذا. هذا الكبير هذا الدبل. اي بيش؟ هذا 50,000. هذا 50,000؟ اي عفو. هذا سيت خمس قطع. خمس قطع؟ اي 250,000. 250,000. اي وعندك هذا. وهذا الفوق شنو هذا؟ هذا هذا؟ هذا اي جبال. هذا 60,000 خمس قطع. خمس قطع على 60,000. وهذا مال معملنا دار البيضاء. زين. هذا ب 100,000 سيت خمس قطع. خمس قطع 100,000. وذني القواوي عفوا. عندك طاوات. وذني. هذا قوري يطلع 38. 38 شنو؟ 38,000. لا المفرد؟ الدرجة. الدرجة 38,000. هذا وشوية تقريبا. الواحد اللي بيشرح بعد ثلاثة وشوية تقريبا. ثلاثة وشوية. ايه. زين. شوف بعد ايش عندك؟ اذني العفو. هاي عندك سيتات هذا ايه؟ سوري 11 قطعة 47,000، وعندك هذا ب 38,000 12 قطعة، وعندك 10 قطع ب 30,000، وعندك هذا سيت بلازما حراري. هذا سيت بلازما حراري ايراني. هذا؟ اي ب 37,000. 37,000. ايه. وعندك تيفالات. هذا جدر دولمة 40,000. وهذا عندك جدر. هذا جدر دولمة أول واحد. إيه جدر دولمة هذا ثلاث جداري وثلاث صوان وياه. هذا وياه سيتات عندك. هذا سيت ب 15,000، وعندك هذا العادي، وعندك الأصلي 25,000. وينه؟ هذا الأصلي. هذا الأسود. إيه. وعندك هذا السيراميك، هذا الأصلي مال البارة. خمسين. إيه هذا ب 50,000 زيت هذا أصلي. هذا عندك مشجر إيراني 27,000 جرانيت حراري. وهذا عندك ثلاث قطع سيراميك ب 45,000 اصلي. عندك هذا قوري دله ابو المصفي، يجي وياه مصفي دبل، هذا مصفي من هناك ومصفي من هنا دبل. هذا ثلاث قياسات بي عندك ب 8 و 7 و 6. عندك هذا بايركس حراري، هذا تخلي بيه مي، تخلي بيه شاي، تخليه على الطباخ عادي. عندك ب 7 و 6 و 8. وعندك ذن قواري اليابانيات، ذن هذا قوري ياباني 7 لتر و 8 لتر و 6 لتر و 5 لتر و 7 لتر و 1 لتر. أسعارها؟ أسعارها عندك 16,000 17,000 16,000 15,000 14,000 12,000 10,000. وهذا عندك الدرجة الثانية، هذا قوري الصيني يسمونه، وذاك الياباني. هذا عندك ب 10 و 9 و 8 و 6 و 4 و 6 و 5 و 4. هذا القواري. عندك هاي الصواني، هاي يسمونه الهندي، هاي الأصل هذا خوش حكي. وعندك هاي المصافي، هذا المصافي من 70 لحد قياس 50 خوش حكي. وعندك هاي المواعين. جد اسعار هذه الصواني؟ ها الصواني هاي تطلع عليك ب 8، وهاي تطلع عليك ب 6، هاي ب 4، هاي ب 5، هاي ب 1000 ونص هيك سعره. هاي انجانه حاجه ب 1000 تنباع على 1000 تنزل ب 10,000. وعندك هاي المناسف يسمونها مناسف مال مناسبات، مال فواتح اعراس كل شيء تشتغل. هاي خمس ست نوعيات بهن. وعندك هذا الصينيه المغربي، هذا الدرجه الثانيه، وهذا عندك الدرجه الثالثه. قد اسعارها ذني؟ هذا يطلع لك ب 8 وب 7 وب 6 وب 5 وب 2000 وب 3 ايش ايش اسعار. وعندك هاي الصواني، هاي نوعيه غير نوعيه، هاي غير نوعيه، هاي بها ست سبع قياسات فيه. هذا 1 2 3 4 5 6 7 قياسات
هذني القياسات اسعارهم اسعارنا عندك بثمانية وبسبعة وبستة وبخمسة وباربعة وبالفين واثنين ونص وبالف ونص هيك اسعارك. وعندك فنجاني هذا طشت كبير وصغير ونجاني ثلاث نوعيات عندك. وعندك هذا سيتات مال معملنا دار البيضاء. احنا معملنا عندنا معمل دار البيضاء اي هذا دار البيضاء. هذا عندك ب100 هذا عندك ب110 خمس قطع هذا خمس قطع هذا اربع قطع ايش يطلع عندك. عندك هذين زيتيات البالبال الجذور هذا طباخ 45000 الوسط والكبير 50 ثلاثة ثلاث عيون اي هذا 50 45 هذا ب50 وهذا ب 30000 عين وعينين ووحدة. وعندك هناك اذا تريد هذا عندك سطل ستين طلع 2000 وشويه تقريبا عليه. هذا عندك سطل ثاني تدري كم موديل بيه؟ 1 2 3 4 5 6 موديلات بيه. اسعارهم عندك هذا يطلع ب 4000 عندك هذا ب 3000 هذا ب 2.5 هذا 3.5 هذا 4.5 هيك. هذا عندك بلم تبسي يسمونه مال جيمر يصفطون بيه جيمر الدرزل مال 15000 يطلع 1000 وشويه تقريبا 1000 وربع. وهذا عندك مال معملنا هذا تركي شغل تركي بس صناعه عراقيه ب 10000 دينار. وعندك هذا قزان هذا يتقفل به الاكل 55000 وعندك هذا القزان ب 50000 هذا النوعيتين كبير وصغير. عندك طاوه تيفال هاي الطاوه تيفال ايران هاي 13000 سعرها خمس قطع هاي الطاوة. وعندك بعد مصافي إيرانية مال المحرم هذا 15000 درجة أولى ثقيل. وعندك دورتي ألوان درزينها ب 25000 دورتي ألواني. وعندك قزانات إذن مال المحرم هذا قزان مال المحرم هذا ب 100 وفي 90 وفي 110 وفي 170 حسب الكبر والحجم. اسم بالخير أحمد أي دار البيضاء دار البيضاء هنا بسوق الوزيرية تجو نقصر وياكم راح أعوف تليفونه إذا تحتاجون شيء تخابروا أو تجو هنا عندكم توصيل؟ أي توصيل توصيل موجود؟ موجود توصيل موجود كلهم معنا تواصلوا وياهم يقصرون وياكم. هنا نشوف معرض بسام المندلاوي يبيع شغلات مال مطبخ وجدورة وقلاصات وفرفوري كل شو كلاشي عنده. السلام عليكم. شلونك استاذنا العزيز؟ شلون صحتك؟ سوى عليك زحمه تعرض لنا للمتابعين؟ نبدي من هنا. عندك هذا عندك كوب هذا كوب مضلع اصلي السعر جمله مالته ب 18 عندك المفرد. بالمفرد هو يعني بالمفرد اكيد هو على سعر الشارع طبعا يعني هم بالاسواق بس اما احنا سعر الجمله لا ب 18 هذا كله اصلي يعني شغلي كله اصلي ما عندي هذا. عندك الصغير مالته ب 13 يعني 13 ونص مرات اذا مثل معميل نقدر يعني نسهل من عندنا. عندك هذول الكوابة عندك هاي الصينيه بالخشب ب 17000 هاي 17000 بالضبط. وعندك هاي ب 7000 دينار هذا كوب مشجر على 7000 هذا ب 7000 عندك هذول الاقوالي بس نرجع لهم ماشي هذول العفو. عندك هذا فناجين اصليه عندي هذا بالمعونيه زائد كيف سعر ما 16000 تقريبا 16000 بالضبط. عندك هذا الكوب فنجان مربع هذا ب 15 هذا المجموع كله على 15 هذين كلهم على 15000 بالضبط هذين كلهم يعني اصلي ما في كل غبار عليه. هذا متابعين الكرام معرض المندلاوي تجون هنا ما يقصر وياكم. عندي هذا كوب خشب هذا كوب خشب هذا الوان هذا خشب هذا السعر ما تدع 10000 دينار 10000 دينار. عندك هذا شكردان شكردان هذا اصلي هذا الشكردان هذا سموديل يعني موديل حديث هذا السعر الجمله ما تبع 20000 دينار سعر الجمله ب 20 بالضبط. بالمفرد ايش قد؟ بالمفرد هو يعني اكيد طبعا تقريبا 25 30 انا يعني مشيك اسعارهم تقريبا شوفهم مشيك بس احنا بين يعني جمله اسعارهم مبينه يعني مية بالغلط. عندك هذا معين كرز يعني هذا معين كرز مال كرزات و مقدمات تقريبا سله شكليت. عندك هاي تحفيه مال الورد هذا سعر 10000 دينار. عندك شنو والله عندك هاي سلاله تخفيف
هذني العفو التجاري. هذا جدار عندك؟ لا هذا جرانيت اصلي. جرانيت اصلي يصح له ديزاين يعني معروفه هي يعني هذه. هذا سعره 68000 دينار طبعا. ال هذا اي هذا خمس قطعة. خمس قطعة ب 68. عندك هذا ثلاث قطع 49000 دينار. هذا على فكره طبعا سعر جمد احسن ثاني يعني مو سعر مفرد. عندك شنو هالسين؟ عندك هذا سلاخ ما تقريبا سنه ما تشوف ليه. واضح. عندنا صغيره وعندنا كبيره. الكبير مالنا بتاع 8.5 وعندنا الصغير تقريبا ذاك مطلقين من برا على 7.5. وذني لمعي هذا معون كيك. العفو. هذا معون كيك. هذا 6 معين زائد معون كبير. هذا يطلع سيت مطلق 10000 دينار. سيت ب 10000. سيت مطلق 10000 دينار. يعني شوف ذني العفو مال بالا قلت عليها المواعين. ذني مواعين وطوس مال بالا. ذني شوف تجي مفرده ما في يعني شلون يقول كراتين مشكله. احنا نفتح المطبوخ يريد ياخذ مثلا قطعه قطعتين ثلاث قطع مثلا ياخذ درزين اللي يحب مثلا خلينا نقول نص درزين هذا نقدر نمشيه يعني. قد اسعارهم للعفو؟ اسعار مختلفه يعني مثلا عندك هذا السعر مالته 2000 دينار. هذا على 2000 دينار فيها مجال نقدر ما نكون نزل. هذا شنو يستخدمه اكثر شيء؟ هذا اكثر شيء كل احنا عالم يتطور يعني سنستخدم هذا اكثر شيء مرات للتمن. اها يعني استعمال للتمن. واذا تقدر تتمن زلاطه ابي اكيد زلاطه طبعا. وين هاي عندك هذا معون كاسه. هذا كاسه مال مرض اصلي. هذا واضح هذا اصلي. ليش؟ هذا الدرزن مطر 10000 دينار. درزن ب 10000 بالضبط. هذا العفو. وعندك هذا معون مثل التحفية ترى هذا يعني العمر هذا سعر القطعة مطر 3000 دينار. قطعة ب 3000 يعني يطلع الدرزن مطر 36000. واضح بالضبط. ايه. وعندك والله عندك هذا كاسة مال مقبلات يطلع القطعة ب 2000 دينار. 2000 دينار. بس يعني شو فكرة فا؟ كله أصلي. يعني هذا ما بي غبار يعني ما في يعني إشكال عليه. تابعين الكرام هنا نشوف محلات الواسطي اللي بيع الذهب البرازيلي والكوزمتيك شغلات على 1000 دينار وعلى 500 دينار. راح ناخذكم جولة بداخل المحل ونشوف التفاصيل بيه. خليكم ويانا. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا حبيبي. شلون صحتك؟ أهلا يا غاتي. اسم بالخير؟ مرتضى الواسطي. والنعم منك. والنعم من أصلك حبيبي. الله يعزك. شو تحب تشوف المتابعين؟ والله عندنا حجل زين. عندي نوعين هذا الحجل. عندي هذا على 8000 دينار. يسمونه حاجة 1000 يعني. يعني تقصد 8000 هذا بالجملة؟ الدرزن 8000 دينار. الزبون يبيعونه على 1000 دينار يعني. واضح. الأسواق المحلات. المحلات. وهذا على 9000 دينار. كل الأشكال موجودة. ديزاين يختلفين. هسه عندي هاي اشكال هيجي يجي ناس ترغب ابو الخل بخرخشه يسموه ابو الليره يسموه ابو العين يعني الناس كل اذواق بعد. واضح. عندي هنا هذا تراتشي. هذا تراتشي. هذا تركيه طويله وقصير. عندي هذا هم على 9000 دينار. الدرزن 9000 دينار تطلع القطعة 750 تقريبا. 750 يعني جو الألف. جو الألف الناس بيع على 1000 دينار يعني. واضح. هذا اللي أشكاله هواي موجودة. هذا المحبس عندي أم درزن 9000 دينار يطلع 750. 750 قطعة إيدي يبيعونه على 1000 دينار. هذا كله محبس كبير صغير حلق كل شيء موجود. عندي هذا هسه اسوار. هذا اسوار رجالي. هسه جاي يلبسوا اسوار رجالي نسائي. هذا هم شيء حلو مرتب. ليش هذا؟ هذا 10000 دينار. السيت. السيت. الدرزن 12 قطعة. 12 قطعة من هذا. يعني على 1000 دينار. أم على 1000 دينار يبيع. من العفو. هذا قلاده رجالي. هذا كله رجالي. شباب يعني باعتباره. قلاده 9000.
والسوار هم على 9000، هم بيه أشكال هواي. هذا قلاده نسائي، هذا هم الدرزل على 9000 دينار، هو تقريبا حاجة ألف كلها على 9000 وبثمانية وبعشرة، واضح نعتبرها حاجة ألف يسموها. هذا كله، هذا همين، هذا كله قلاده. عدي نزلتين يسمونه نزلتين، ونزلة واحدة، نزلتين ونزلة واحدة. هذا كله، هذا السوار، هذا السوار هم على 9000 دينار السوار، هذا هم شغل حلو ثقيل، زنجيل مالته ثقيل همين، موديلاته كلش قوية بيه. ماركات كوجي موجود، هذا السوار همين، هذا كله على 9000 دينار. هذا نفس الشيء، هذا هم نفس الشيء، هم سوار قلادة موجودة هم بي، هم على 9000 دينار. هذا المحبس الطبلة 100 قطعة بي يجي 70000. هيجي شوف 100 قطعة بي، عندي محبس مشكل أجيبه مو شكل واحد، وحجامة متعددة مو حجم واحد. هذا كل الطبلة 70000 100 قطعة، 100 قطعة بي. هذا حلق هم، هذا هم حلق نفس الشيء هم 70000 الطبلة بي 100 قطعة. هنا محلات الواسطي، الواسطي لبيع الذهب البرازيلي حاجة 500 وحاجة 1000 تقريبا، هذا السنتر البيع لأصحاب الذهب البرازيلي الموجود بالأسواق، محل غاية بالروعة وتعامل أصحابه جدا محترم وسهلون عملية التصوير. محلات المصطفى موجود حاجة بألف وتنزيلات كلش قوية سوق الوزيرية. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حي وشلون صحتك؟ يا مرحبا يا 100000. ذني على حاجة ألف ذني؟ هذا كله حاجة ألف، كلها شغلات منزلية، هي استندر السوق صارت الحاجة ألف. هاي مال فلافل؟ هذا قالب فلافل على 1000 دينار. هذا على 1000. هاي شنو هاي؟ هاي مكشارة ومبراشة على 1000. هاي هنا حافظات كوس على 1000، حافظات بلاستيك ذني فوق. إلا هذا فوق. لا مو ذني، أي ذني. هذا هم على 1000 زين. عندك هنا عود أسنان، هذا كل 3 على 1000. عندك تعلاقة هاي الشريط لاصق على 1000، شمشة هاي حرارية على 1000، عندك فرشة والية مال صحيات على 1000، ليفة مال طفيل على 1000، سلمات شكليت على 1000، قالب سبوسة على 1000، زاوية حمام على 1000، عندك سيت مال بكرة خياطة على 1000، عندك ورد مجفف هذا شلون أقر البخور على 1000، كب مال شعر على 1000، عندك الحافظة هاي مال بقوليات المقسمة على 1000، عندك الدبات هاي الشفاف على 1000، لايت مال كهرباء على 1000 زين. عندك هذا النيتش المنظفات بالوجه، هاي الماكينة، ماكينة حلاقة على 1000، هاي الدولكات، خاولة مال مسيح، عندك هاي المنظفات كلها على 1000، العطور جواها على 1000، هذني فوق كلها على 1000، كلها على 1000. هاي العطور اي كلها طبعا على 1000 ما شاء الله. عندك الهولدر هسه يعني شوفوا اللي موشه البضاعة يعني مو هاي بضاعتي. عندك الهولدر هذا مال كهرباء على 1000، تعلاقة داخل كرتون على 1000، حافظة مال بقوليات على 1000، عندك الشكردان ذاك على 1000، تعلاقة ملابس هم على 1000، حاملة مال موبايل على 1000، تيب كهرباء على 1000، تيب العفو لاصق على 1000، عندك سلة صمون. سنرجع لهم ذني، خلنا ناخذ هذا السايد. شكردان، قراصة ملابس. هذا النفاخ على 1000. اي كله على 1000، دورك هاي الزجاج على 1000. سكين فاكهة. وهذني؟ هذني كوس حراريات ذني، داخل الفرن على 1000. قرطاسية على 1000. وهذني العفو؟ اي هذا على 1000
هذا على الالف سله هاي مال خضر ثلاث خماسيه على الالف هاي ترهم هنا مال الكاتشب مال كرزات مال كاتشب اي كل شيء بالضبط او تقدر تستخدم مع السفره اي معون مقبلات مس بهذا الثلاثي مال خضار زين متابعينا كل هنا على الف اي كله على الف لايك حافظه هاي المستطيل سله صمون هاي شو يسموها؟ هذا سيت لوازم خياطة. لوازم خياطة. اي هذا ليفا مات عمان يابانية. هاي الدولكة. اي الدولكة مصارة برتقال اضافة صناعية. كاسة مقادير رباعية هاي. هم على الالف. كاسة هاي كل ستة على الالف. حاملة قلاصات على الالف مستحد على الالف معهم مقبلات على الالف. علبة كلينس. على الالف الجلاس هذا الثلاثي على الالف سفنجة دمبوس على الالف سلة مال فاكهة على الالف بوند مال شعر على الالف الليف ذني على الالف وعندك اضافة الى هذا البر البلاستيك الاغلبية على الالف ما عدا سلات الملابس شغلات الخشنة هذني كله على الالف كله على الالف دينار كله على الالف الجاين الطوز كله على الالف ينبع بس ذني قتيل سلات خشنة سلات ملابس وما سلات ملابس هذا قول الألف هنا متابعينا الشباب مثل ما قلت لكم هذا محلات المصطفى علي خميس للحوالي تليفونه قدامكم إذا كبر يعطيني تليفون